أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نبقى مع متابعة لأسواق الخليج، كيف ستبدو التداولات اليوم مع ترقبنا لنتائج شركات كبيرة كان في السوق السعودي كما كنا نتحدث في سابق. نتابع بعض أخبار الشركات في المنطقة في أسواق الإمارات. كان آخر خبر تابعناه بعد يعني تقارير عديدة تناولت هذا الموضوع، لكن مواصلات دبي بالأمس كما تقول الأخبار عينت بنوك لطرح ذراعيها لسيارات الأجرة والمواقف في البورصة. سنتجه بالأسئلة هذه لزميلتنا من بيروت ماري سالم، محللة المحللة المالية في الشرق للأخبار، وسنتابع التطورات والتحديثات أيضا من السوق السعودي من مقر تداول في الرياض. معنا من هناك الزميل عبد الله عيسى. صباح الخير عبد الله. صباح الخير ماري. ماري، عندنا سؤالين أنا وأنت اليوم. البداية خليني أسألك على يعني بعد جدل كبير تابعناه حول يعني الـ RTA هيئة الطرق والمواصلات لدبي، آخر تحديث حول هذه الأخبار تقول أنه الهيئة عينت بنوك لطرح ذراعيها وحداتها من سيارات الأجرة والمواقف في البورصة، هذا إلى أي مدى الآن سيعزز المعنويات في سوق دبي بعد الرالي السعودي اللي شفناه مؤخرا؟ صباح الخير محمد. يعني فعلا نحن بهذا العام بعد تقريبا ما شفنا ولا اي ادراج اول بسوق دبي المالي، وكان متوقع انه يكون في نوع من ادراجات خاصه من بعد الزخم اللي شدناه بالعام الماضي، ولكن هلا بهذه الفتره مع الارتفاعات اللي عم نشوفها على مؤشر سوق دبي المالي اي ادراج اول ممكن انه يطرح خاصه من قبل شركات تابعه لجهه حكوميه حيكون داعم بشكل جدا قوي الأسواق المالية، يعني كان بدبي ولا بأبوظبي. هلا تحديدا بالRTA، يعني نحن شهدنا سابقا إدراج شركة سالك اللي هي تابعة لRTA، وشفنا الأداء تبعها يعني منذ الإدراج لحديت اليوم، وكيف عم بتكون الأداء تبع هذا السهم، وحتى كيف عم بتكون المعنويات تبع المستثمرين تجاهها. فيما يتعلق بالإدراجات الأولية محمد، نحن عم نشهد نوعين من الإدراجات، يعني عم بتكون شركات يعني خاصة بالأنصاري. اسمحي لي بس ماري قبل ما يعني تتعمقي كثير بهذا الأداء، بالتأكيد سنقف عنده، بس عندي سؤال حول يعني يمكن الإجابة موجودة في ما ستعرضيه لنا اليوم حول هذه الأسهم. دائما يعني عندما نتحدث على الـ RTA دائما كان موضوع الطروحات كان يعني الحديث منه أو الفكرة منه يقال فيها أنه لتنويع القطاعات المدرجة في الأسواق، بالتالي إعطاء عمق. اليوم حتى المستثمرين حتى مع الإدراجات الجديدة لمثل هذه الشركات بعدهم عم بتوجهوا لقطاعات تقليدية مثل الطاقة، يعني فبالتالي كيف ممكن نقيم أداء الشركات في هذه القطاعات التي أدرجت حديثا أو الأسهم التي أدرجت حديثا سواء في قطاعات تقليدية أو قطاعات جديدة لم نكن نراها في الأسواق؟ هذا اللي كنت بدي اقول لك يا محمد، انه احنا عندنا اسهم عم بتكون من شركات خاصه وشركات تابعه للحكومه، الحكومه عم تنقي معايير مختلفه وعم تنقي قطاعات مختلفه. هلا مسائل بسوق ابو ظبي عم بتكون صوره مغايره، يعني السنه شدنا ادراجين لشركات تابعه لادنوك اللي هي تابعه بنوعا ما بطريقه او باخرى لقطاع الطاقه، وعم نشوف كنا الاداء تبعها يعني خلال العام. الاداء اجمالا بسوق ابو ظبي عم بيكون مغاير لاداء الاسهم بسوق دبي المالي، يعني سوق ابو ظبي عند الادراج وعند الطرح الاول بقلب الاسواق عم بتكون الارتفاعات قويه جدا على الاسهم، وعم بتكون يعني من بعدها مستقره في مكان ما، وحتى في اماكن معينه عم بيكون في تراجعات. يعني اذا بناخذ مثلا ادنوك للغاز وأدنوك لوجيستكس اند سيرفيسز، حنلاقي انه منذ بدايه ادراجهم لحديث اليوم الارتفاعات منا بنفس وتيره بيانات او بري سايت اللي هن الارتفيشال انتليجنت كومبانيز يلي ادرجت بسوق دبي المالي. بس كمان اذا بنركز عليهم اكثر حنلاقي انه الارتفاعات القويه اللي صارت على بيانات وبري سايت صارت انهارت الادراج، يعني كان في عندنا ارتفاعات تخطت ال 150% على بري سايت، وعندنا ارتفاعات تخطت ال 250% على بيانات. من بعدها صار في عندنا نوع من تذبذب على هذه التداولات بسوق دبي المالي. لا، عم بيكون الارتفاعات مقبول جدا عند الافتتاح، يعني بحدود 10-20-30% اذا وصلنا لهذه المستويات، ومن بعدها عم بيصير في الارتفاع التدريجي لهذه الاسهم، وهو السنه يمكن ساعدت انه الفرصه سانحه لهذه الشركات انه تكون الارتفاعات عليها
مستمرة، لأنه النفسية بسوق دبي المالي والارتفاعات على المؤشر هي ساعدت على هذا الموضوع. يعني نطلع نحن حنلاقي أنه هذه الشركات وصلت لمستويات عالية لأسعار يعني جيدة. يمكن عندنا شركة واحدة على تراجع اللي هي تيكوم تقريبا بحدود 6% منذ بداية إدراجها، ولكن بقية الشركات إن كان تعليم ديوا سالك تيكوم حتى الأنصاري كلها على ارتفاعات. يعني في عندنا سالك اللي هي كنا عم نحكي من شوية عنها، ارتفاعاتها وصلت منذ الإدراج ل 57%. هلا هذه الشركات نحن بدنا نوضح فيه محمد هي إنه بتختلف عن الشركات التقليدية بالتزامها بالتوزيعات. يعني بالنسبة للمستثمرين هذه شركات توزيعات أكثر مما هي شركات أو أسهم تداول بشكل معين. هلا في عنا هون السنة صار شيء مغاير لهذا الموضوع، هو ارتفاع أحجام التداول يلي نحن شفناها على هذه الأسهم. يعني إذا بناخذ على أساس ربعي، في عنا أكيد أول نهار إدراج عم بتكون الأداء تبع هذه الأسهم قوي جدا من ناحية أحجام تداول، ولكن حتى من بعدها على مر الفصول عم نشوف ارتفاعات في اماكن معينه. يعني بخلال الربع الاخير، مش الربع اللي نحن فيه لانه بعد ما خلصنا، مش هلا يعني الربع الثالث، الربع الثاني كان في عندنا تقريبا بحدود المليارين ونص احجام تداول على اسهم اللي تم ادراجها، مليارين ونص سهم على الاسهم يلي تم ادراجها خلال العامين اللي قطعوا. فهيدا الشيء بيعزز من مصداقية السوق، بيعزز من سيولة السوق اللي موجودة، وحتى كمان أنه بيخلق فرص بالنسبة لبعض المستثمرين. يعني المستثمرين منهم منتظرين بس فترة معينة للتوزيعات، هي التزام لفترة سنة سنتين، حتى لمرات عم بتكون في مراجعة على هذه التوزيعات، هو اللي عم بيدعم نفسية المستثمر وعم بيدعم التداولات على هذه الأسهم الجديدة اللي هي بقطاعات مغايرة للقطاعات التقليدية اللي نحن اعتدنا أن نشوفها. فكرمال هيك بنضلنا نحن نراقب هذه الإدراجات الأولية بس تصدر، لأنه بيكون في لها تأثير جدا قوي بقلب الأسواق. ماري، أنا أشكرك جزيل الشكر على وضعنا في هذه الصورة.